لمن يهمه الفن على نغم اف ام 105.3، معاكم على الهواء أميرة نور. وبيقولوا ايه؟ بيقولوا ابن الوز عوام. والحقيقة يعني الفنان اللي معانا على التليفون دلوقتي يعني يا بخته بباباه، نجم كبير كلنا بنحبه جدا جدا، مفيش عمل قدمه الا وتقول عليه الله، ملوش حوار طلع فيه الا لما تستفيد منه حاجه مهمه جدا انسانيا كمان اكتر من فنيا. احنا معانا على التليفون دلوقتي الفنان يوسف ماجد الكدواني. مساء الفل. ازيك يا اميره؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ مبروك طبعا، وبيننا ميعاد قبل اي حاجه، ببارك لك. الله يبارك فيك، ميرسي جدا. فاجئتنا، بس المفاجأة الأكبر إنه بصراحة يعني ما فيش شبه خالص بينك وبين الفنان الكبير النجم ماجد الكدواني، ما فيش شبه خالص. دي حقيقة، احنا مش شبه بعض قوي يعني. انت شبه كده ماما بقى أكيد. أنا شبه مامتي. شبه ماما، ربنا يخليها لك يا رب ويخلي لك الفنان الكبير ماجد الكدواني. يعني بلغوا تحياتي وحبي وحب كل الناس. أكيد أكيد. فكرة انك تبقى ابن ماجد الكدواني تحديدا دي مسؤولية كبيرة قوي، لانه والدك ليه اسم كبير جدا جدا في الفن. فكلمني كده على يعني فكرة انك داخل تمثل ووالدك ماجد الكدواني، دي عملت معاك ايه نفسيا؟ طبعا يعني انا يعني بحترم تاريخ والدي كله، وبحترم كل اللي هو عمله، ومحترم كل اختياراته وكل حاجة. وطبعا هي ممكن تبقى صعبة شوية عليا من في الأول، لأن ممكن ناس تفكر أن أنا يعني يحصل أي نوع من المقارنات، أو هو عشان ابن ماجد الكدواني وكده. بس طبعا أنا الحمد لله ماشي دلوقتي في طريقي، وبحاول يعني أثبت خطواتي على قد ما أقدر، والحمد لله عملت المسلسلين الحمد لله، وبيننا معاد الجزء الأول والتاني. أيوه والتاني، والحمد لله الحمد لله الناس متقبلاني لوحدي يعني، وأشكر ربنا. طيب أنا هرجع حتة صغيرة لورا بعدين نرجع تاني لبيننا معاد. مين اللي اكتشف إنك بتمثل وبتمثل كويس قوي كده؟ الفنان ماجد الكدواني، ولا أنت اللي قلت له، ولا الفكرة جت إزاي؟ اتعرف إزاي حبك للتمثيل من زمان؟ أنا من زمان بحب التمثيل جدا، ودرست تمثيل وإخراج في أمريكا، ولما رجعت عملت كاستنج كتيرة، والحمد لله دخلت في كذا حاجة. أيوة. أول حاجة دخلتها كان الاختيار الجزء الثاني، وعملت مسلسل ولاد ناس، وبعد كده عملت موضوع عائلي مع والدي. عملت موضوع عائلي مع ماجد الكدواني، وكانت البداية بوكس. فاكره؟ دي حقيقة. فاكره طبعا. تعال نفتكر المشهد ده سوا، ونفتكر وقوفك قصاد ماجد الكدواني. وقفت قصاده كوالدك ولا كفنان كبير هو ماجد الكدواني؟ طبعا هو كان الاثنين مع بعض. يعني ما مش هقدر اخبي دي ولا دي. الاثنين سوا. بس طبعا مشهد انا يعني فخور بيه جدا، واتمنى ان انا اشتغل معاه تاني. طب تعالى نفتكر كده كواليس المشهد ده قبل ما تدخله، وبعد ما دخلته، وبعد ما خدت البوكس. هو انا خدت البوكس، وقعت في حمام السباحه، ما حضرتش حاجه بعده بقى. ده كان بجد؟ كان الصوت وكده. كان بوكس بجد؟ كان بوكس بجد شويه. لا يعني لا، مش بوكس بجد. انت وقعت في حمام السباحه ازاي مش بجد؟ ما اتمرن عليها بقى كتير. طب قال لك ايه بعد المشهد؟ لا كان طبعا مبسوط ان احنا كنا مع بعض، برضو احساس مختلف ليا واحساس مختلف ليه طبعا، واحنا اتنين كنا فخورين طبعا. يعني هل هنشوفكم قريب في عمل مع بعض؟ اتمنى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب. ان شاء الله. تعال نروح بقى لبيننا معاد الجزء الاول، ونروح كمان الجزء الثاني بعد النجاح الكبير اللي حققه الحقيقه وبيننا معاد، وعمل معانا حاله رائعه، عمل مع الجمهور العربي والمصري حاله جميله، ومسلسل حقيقه لمسنا لانه شبهنا، شبه بيوتنا وشبه الشباب، ويعني مسلسل تحس كده انه مننا. فتعالى نتكلم عن الجزء الثاني اكتر من الجزء الاولاني. فكره انك تدخل عمل وينجح بالشكل الكبير ده، وتلاقي انك بتطلب في الجزء الثاني والعمل بيكمل، هل انت كنت متوقع ان العمل ده يكون له جزء ثاني؟ ما كنتش متوقع، ولكن يعني الحمد لله الناس حبت العمل قوي، وكان بالنسبه للناس عمل بيتوتي شويه شبه البيوت، فالحمد لله لما اثر في الناس، وكلموا المخرج والكاتب الاستاذ هاني كمال،
هو كان عنده اللي يضيفه كفايه انه يعمل دي جزء تاني وبرضه ياثر في الناس. الحمد لله احنا واصلين دلوقتي للحلقه ال 12 وبرضه الناس لسه مستمتعه بيه جدا، فنشكر ربنا الحمد لله احنا عملنا اللي علينا. برضه هو طبعا مسؤوليه كبيره ان احنا نعمل جزء تاني من عمل ناجح طبعا، ولكن احنا كله عمل اللي عليه وكله اجتهد جدا وذاكرنا اكتر من الجزء الاول كمان، والحمد لله الناس مبسوطه لحد دلوقتي جدا. تعال نتكلم عن دورك، حضرت له ازاي؟ هو مع أستاذ هاني كمال طبعا اتكلمنا في حاجات كتير، وهي شخصية علي هي شخصية اكستريمست شوية، بتعمل حاجات لآخرها. أيوة. لما بيحب بيحب بزيادة، لما بيغير بيغير بزيادة. ف يعني طبعا كل ده في كلام مع الأستاذ هاني وقت التحضير، ازاي نبين ده من غير ما نبينه بغلاسة. أيوة. يعني ازاي نبينه من الجزء الإنساني بتاعه. أيوة. فيها ايه من شخصيتك؟ يعني شخصية علي فيها ايه من شخصية يوسف الكدواني؟ لا صدقيني بعيد عنها خالص خالص خالص. لا مش شبهي قوي يعني. هل بتاخد رأي الفنان الكبير ماجد الكدواني وانت داخل على عمل جديد؟ طبعا بتكلم معاه وبحكي له بنتناقش مع بعض جدا. نفسك تقدم ايه الفترة اللي جاية؟ بتحلم بايه؟ انا نفسي اقدم حاجات يعني تفضل بس بنفس المستوى اللي احنا بنقدمه دلوقتي وتليق بكل الناس، ولكن مفيش حاجة معينة انا شغوف بيها او شخصية معينة. بس انا يعني نفسي اعمل سينما. اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طب اخر سؤال بقى، ايه اكتر عمل بتحبه لماجد الكدواني؟ بحب حرامية كي جي 2 وحرامية بتاعين. الله. الحاجات الكوميدي جدا. طب وهبتة؟ هبتة جميل. حلوة قوي قوي. حلوة جميل. بس انا احب الكوميدي. الكوميدي. اذا انت حابب لو مثلت سينما تمثل كوميدي وماله. طب نفسك تشتغل مع مين من 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 نجمات من النجمات؟ ايوه. لا في كتير زي كتير جدا احب اشتغل معاهم. زي ما احلامك. انا عايز اعرف احلامك. ممكن مع امينة خليل، مع منى زكي، مع حفظ الالقاب طبعا. طبعا طبعا. بس دول اللي انا بحبهم جدا. بالتوفيق يا رب. انا سعيده جدا بيك، وحقيقه عايزه اقول لك على حاجه، فعلا زي ما قلت في بدايه الحلقه ابن الوز عوام، بس انت يعني قدرت يا يوسف تفرض يعني موهبتك، وقدرت فعلا تكون مختلف شكلا وموضوعا عن والدك الفنان الكبير الرائع المحبوب ماجد الكدواني. فانا بتمنى لك كل التوفيق جداً. والنجاح. بتمنى لك كل نجاح. شكرا لك. اهلا بيك على نغم اف ام.